السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما خرجنا من الخدمة غادي ندوزو من هاد الطريق هادي اللي غادي تكون عامرة اليوم بمناسبة لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الأنغولي. ولقاء هو غير لقاء اللي هو ودي، ماشي لقاء اللي هو رسمي. الطريق راه عامره واحد شويه، كاين اللي جا خصيصا من مدينه اكادير من اجل مشاهده المنتخب الوطني المغربي. كاين العشاق ديال كره القدم صراحه، غير هو فاش كتبغي شي حاجه خصك تكون كتبغيها ماشي بالعاطفه، خصك تكون كتبغيها بالمنطق. وانا اي حاجه كنشوفها بالمنطق، خصوصا ان المغرب دوله اللي ما فيهاش واحد العداله في الاصول. داكشي علاش انا فاش درت لك كومينونتي كتبت فيه حتى لا ننسى الركراكي 60,000 أورو، وهذاك ديال المنتخب الاولمبي السكيتيوي 300,000 درهم. المهم شحال من واحد ديتي هاجمني، انا كنشوف دوك لي كومونتير كندير ليه سوبريمي ديك الساعات، واش فهمتي؟ ما كنعرف النيفو ديال بنادم، قليل اللي فاهم الميساج. الميساج راه واضح وباين، الميساج هو الا شديتي لي سالير ديال هادوك لي دو زونترينور بجوجهم كتعطيك واحد مليار سنتيم. مليار سنتيم في السنة، كتقارن دوك لي سالير ديالهم معاش كتقارنهم؟ كتقارن مع الناس اللي الناس اللي قراو دابا، لي زونسينيون شيرشور بحال دابا شي واحد اونسينيون شيرشور هي استاذ باحث بحال دابا لي زانجينيور، هادو غير امثله فهمتوني. لي ميديسان دوك لي بروفيسور اغريجي اللي كيقريو في لافاك، لافاك اللي كيقريو في السي ارشي وكيقريو في لافاك في فاكولتي الميديسين، كتلقى بان كاين شي واحد العداله اللي هي في الاجور. والركراكي غير باش تعرفوا على الحاجه، انا ماشي حسيتو على ديك 60,000 أورو ولا ماشي حسيتو، ما غير انا عندي الحق انني نتسائل 60,000 أورو ولا اخر 300,000 درهم اللي هي 30 مليون. 60,000 أورو راه فايته 60 مليون. اذا فاش كنهضروا تما خص الانسان يكون شويه واقعي. كاين بنادم اللي كيخدم في هاد لي شونتي هادو، هادي الشونتي اللي كتشوفو دابا، هاد الفوا دو كونتورنومون الطريق المداري ولا فوا اكسبريس، كيخدم اثنين وثلاث ولا ربع والخميس والجمعة والسبت، كيشد في لافان دي موان 3000 درهم، ديرو لي اسيدي كاع كيشد 5000 ولا 6000 درهم. وواحد ما هز محط كيجي كيدير اون كونفيرونس دو بريس، واحد لا سيسيون ولا دو سيسيون دونترينمون كيشد 60 مليون. شي واحد هنا ضحكوني قال لك لا القناة ديال اخويا، انا هاد القناة هادي فين نهضر على الكرة، فين نهضر على المجتمع، فين نهضر على اي حاجة، انا اللي مسؤول على الاراء ديالي، تا واحد ما عنده الحق انه يتدخل، انا مسؤول على القناة ديالي، انا نهضر وهذا حق كيكفلوا لي الدستور المغربي. طون انني ما كنفوتش الحدود كنهضر على لو سالير ديال وليد الركراكي اللي هو شخصيه عامه، ماشي واحد يمكن يقدسوه. راه حسب الدستور المغربي الوحيد اللي ما خصكش تهضر عليه هو لو روا ولا فامي رويال، صافي. اي واحد اخر غتهضر عليه، ولكن كتهضر عليه بالحجاج واسميتو. حنا دابا كنناقشوا غير لو سالير ديالو، واحد الحاجه اخرى راه الرابع في كأس العالم راه ماشي إنجاز، إنجاز هو أنك تفوز بكأس العالم. حيت التاريخ كيتفكر جوج ديال الفرق اللي كيتفكر، كيتفكر الأول الوينر والرانر اب، وبعد مرات كينساو حتى داك الفريق الخاسر كينساو. إذا في لاكوب دي موند هادي اللي يلاه دازت 2022 الناس كيتفكروا لا فرونس، كيتفكروا
الارجنتين قليل الا سولتيه دابا قال لي غايقول لك لا كرواتيا والمغرب وصلوا للدمي فينال. هي إيه فعلا شدوا 25 مليون دولار عند لا فيفا، ولكن شحال خسروا لي ديبونس. راه من حقنا كمواطنين كنديو الضرائب اننا نسولو، خص تكون عندنا هاد الثقافه هادي ديال اننا نسولو هاد الفلوس هادو اللي جدي شد هاد الركراكي، ماشي غير الركراكي، كاع الاطور اللي كاينين في لا فيديراسيون ماروكين دو فوتبول، لا فيديراسيون رويال، كل واحد خص تكون المساءله انت سيدي كتشد، علاش كتشد؟ عطيني شي اش من معيار اللي وصلنا وكاين اللي كيقول لك لا راه جميع المدربين العالميين كيشدوا. حنا ماشي شغلنا في المدربين العالميين، حنا دابا كنشوفوا المغرب، المغرب اللي السميك فيه يلا 3000 درهم عجب، دابا 3000 درهم 300000 درهم لا 600000 درهم 600000 درهم ديال هذاك الاخر ديال هذاك السكيتيو. انا عرفت انا فاش حدك الكوميونيتي والله الا عرفت غادي يكونوا الانتقادات، ولكن ما غاديش يكونوا بديك الحده. واحد قال لك انت كتقلب على الحبس، لا هذاك اللي قال لي كتقلب على الحبس بحال الطاجني هذاك قال لك اسي على حساب هذوك فاش كتهضر على احتلال الملك العمومي، قال لك راه الدوب ديالهم ماشي عامل الدوب ديالهم، انا راه غادي نحاربهم مهما حيت انهم كيديرونجيو عباد الله، كيديرونجيونا حنا وكيديرونجيو الساكنه ديال مدينه اكادير. ولدي تفرش سير اخويا فرش سير فرش في العروبيه ولا فرش حدا داركم ولا ما ديرونجيش عباد الله. اليوم غادي يلعب المنتخب المغربي، غنتفرجوا صراحة غنتفرج، ماشي ما غنتفرج غنتفرج غنكذبوا على الله حرام غنتفرج في التلفازة كأيها الناس، ونشوفوا التشكيلة كي دايرة، ونشوفوا هاد الرباكي هذا كي داير تير انا الله يبان لكم من هنا. غادي يلعبوا شي جوج ماتشات اللي غيلعبوا ماشي غير واحد، غيلعبوا شي واحد كونتر لا موريتاني دوزيام ماتش نهار الثلاثاء، وهذا كونتر سميتو لونغولا. واصلا واحد الحاجه خصنا نعرفوها وهادي كنامن بها، الفوز الحقيقي كيكون في التعليم، كيكون في الصحه، كيكون في المؤشر ديال التنميه البشريه اللي المغرب كلاسي فيه 120، وفايتين شي دول اللي عندهم الحرب. هذا هو الفوز الحقيقي. اما كرة القدم راه مجرد رياضة، مجرد رياضة فعلا. لا كوب دي موند الا نظمناها ولا كوب دافريك الا نظمناها غادي نربحو سي لو بلون ايكونوميك، غاتحرك عندنا الاقتصاد، ولكن غيتحرك عندنا الاقتصاد في ديك الفترة صافي في لا كومبيتيسيون. الدليل على ذلك هو قطر، قطر تحركت عندهم البلاد فاش نظموا لا كوب دي موند، دابا راه كاين شو الدبان زعما يبقاو يمشيو عندهم الناس صافي سالات لا كومبيتيسيون. الله يعاون الله يعاون المغرب، خصو يافونسي سي لو بلون في ليدوكاسيون في لا ريشيرش سيونتيفيك البحث العلمي، ديروا لابوراتوار لي لابو اخترعوا حتى حنا، نخرجوا حتى حنا الطوموبيلات اللي كيتمشاو بالضو، نخرجوا الماطر اللي كيتمشاو بالضو، شي حاجه ديال الفيوتشر، شي حاجه ديال المستقبل. انا هضر على الكراكي لا حسيتي ما تحسيتي اودي، احنا كاع حسنا، ها هو كاع شت 60 مليون، ها هو كاع جاب لكم لا كوب دي موند ولا كوب دافريك. اون فان دو كونتر ما غادي تشونج حتى شي حاجه في الكوتيديان ديال المغاربه. هادشي اللي بان، انا بوريكم هذيك الدخله ديال التيران دابا هادي 5 و3 دابا غادي يكون مخزن هنا بكثرة، دابا هادي هي لونطري مناش غادي يدخلو اش كيقولو لي المنتخب غالبا حين غادي يدخلو من هنا، هاهما راه دايرين دوك الشعارات ديال المنتخب. قطعت لأنني مبغيتش نصور البوليس احتراما ليهم. دابا نورمالمون غادي يكونوا تعزيزات من هنا
فوا غادي يفطروا الناس غادي يكون هنا تعزيزات امنيه كبيره. كاين هنا وكاين ديك الدخله ديال ماكدونالدز هما الرايات راه معلقينهم هنا كما كتشوفوا معايا. لان هنا في غالب الاحيان هنا مش غادي يدخل المنتخب من هاد الطريق هادي، هذا هو المدخل ديال المحيط. اذا درنا لكم التوضيحات بالنسبه عندك الكومينوتي وشفتوا الطريق الكراكي، وهذا كيشد مليار في العام. الطريق هذا الطريق هذه اللي غتقاد ما بين شارع الجيش الملكي و داك لافاك ب 92 مليون درهم، 9 مليار. يا الله سير الله.